السلام الله عليكم أعزائي تلاميذنا رابع متوسط، أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي قناة الجدد. أهلا وسهلا بكم معي إخوتي، شرفتوني ونورتوني. ما تنساوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي الخاصة بسنة رابعة متوسط. اليوم أحبتي راح يكون درس يعني ماهوش على الترتيب، ولكن هو درس مهم جدا جدا، لازم عليكم تعرفوه و يعني تتعلموه في بداية الدروس، اللي هو لي فيرب دوبينيون. لي فيرب دوبينيون هذه هي مجموعة من الأفعال أو لي مو pour défendre une opinion، يعني هي مجموعة من الكلمات أو الأفعال نستعملها للتعبير عن الرأي أو عن وجهة النظر. كما شفنا أحبتي من قبل le texte argumentatif، يعني شفنا la structure d'un texte argumentatif، يعني التركيبة أو البنية للنص الحججي. شفنا في الانتروديكسيون، يعني في المقدمة تاعو، نلقاو le thème اللي هو الموضوع العام او يعني لو سوجي اللي يحكي فيه الكاتب، وكذلك راح نلقاو في المقدمه لا تيز. لا تيز هي لو بوين دو فيو او لا في دو لوتور، يعني وجهه نظر او راي الكاتب. وباش نستخرجوا هاد لو بوين دو فيو او الراي، لازم يعني نلقاو افعال او عبارات باش نعرفوا به هاد لو بوين دو فيو. ولا انتما كذلك لما يطلب منكم لاحقا انكم تكتبوا رايكم، لازم عليكم تستعملوا هاد لي مو بور ديفوندر اون اوبينيون، يعني هي كلمات وافعال تستعمل للتعبير عن الراي. هنا احبتي هاد الدرس راح يكون لو سوبورت تاعو من الكتاب المدرسي باج 88، يعني صفحة رقم 88 راح نقدموا فيها هذا الدرس بإذن الله. كما كنت ذكرت لكم في الفيديو التوضيحي السابق بأنه العام هذا كان هناك تغيير في ترتيب الدروس فوالا، وبما أنه سنة رابعة مازال ما خدمتهاش معكم راح نتبع هذا التدرج، ولكن في نفس الوقت راح نكمل صفحات الكتاب المدرسي. يعني هذا العام اللي هي سنة رابعة عندكم شهادة هو عام مهم جدا، صراحة مانيش حابة نرسكي بكم لأني مسؤولة عليكم وعلى دروسكم في القناة، لازمني ندير جميع الدروس بالترتيب وبدون ترتيب فوالا، يعني راح نخدم على الجهتين بإذن الله. فقط انتم عاونوني يعني بالجام والبارتاج حتى يكون العمل تاعنا جيد ويعني يستفيد الجميع. فوالا احبتي، يعني طولت عليكم في هذه المقدمه، اعتذر، فقط من اجل توضيح الامور. تبعوا معايا، nous étudions les mots pour défendre une opinion، سندرس كلمات من اجل الدفاع عن الراي. j'observe et j'analyse. تلمسان capitale de la culture islamique. تلمسان هي مدينه تقع في الغرب الجزائري، اللي هي جوهره الغرب الجزائري، عاصمه الثقافه الاسلاميه. La ministre algérienne de la culture est convaincue que le choix qui a été porté sur Tlemcen pour l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et CESCO afin de devenir la capitale de la culture islamique en 2011 sera de la ville de Sidi Boumediene l'ambassadrice de l'Algérie durant une année entière. يعني الوزيرة الثقافة الجزائرية هي مقتنعة أن اختيار الذي قامت به المنظمة الإسلامية للتربية العلوم والثقافة من أجل أن تكون تلمسان أو حول تلمسان من أجل أن تكون عاصمة الثقافة الإسلامية في 2011، سيجعل من مدينة سيدي بومدين اللي هي مدينة تلمسان لومباسادريل هي سفيرة الجزائر لمدة سنة كاملة. Elle a également déclaré « En ce qui me concerne, je suis sûre que les musulmans du monde entier montreront que l'islam prône l'amour du prochain, la culture de l'esprit, la communication et non la violence. »
وصرحت كذلك، يعني اللي هي وزيرة الثقافة الجزائرية، صرحت أنها يعني متأكدة أن المسلمين في العالم بأكمله يعني سيثبتون أن الإسلام يحث على الحب، يعني أو حب القريب، وكذلك ثقافة التفكير، وكذلك التواصل، ولا للعنف. D'après le quotidien Liberté du 28 septembre 2010. ولا أحبتي، يعني هاد القطعة تتحدث على لما عينوا تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011. voilà. ننتقل هنا لمناقشة الأسئلة. Premièrement, qui a désigné تلمسان capitale de la culture islamique en 2011؟ من الذي عين تلمسان كعاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011؟ كما شفنا هنا أحبتي، سي لورغانيزاسيون إسلاميك بور ليدوكاسيون لي سيونس إي لا كولتور كي أ ديزيني تلمسان كابيتال دو لا كولتور إسلاميك أون 2011. يعني هي منظمة أو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة هي التي عينت أن تكون أو اختارت تلمسان كعاصمة للثقافة الإسلامية. نمبر 2، à quoi servent les mots en gras dans le texte؟ ما هو دور الكلمات يعني التي باللون الأسود الغامق في النص؟ الكلمات لاحظوا معايا هي est convaincu، يعني مقتنعة، وكذلك عندنا en ce qui me concerne je suis sûr. هاد الكلمات أحبتي لما نكتبوهم رايحين نبينوا باللي هذه وجهة نظر، يعني هنايا هي وجهة نظر الوزيرة الجزائرية، يعني وزيرة الثقافة الجزائرية هي مقتنعة أنه الاختيار الذي قدم حول تلمسان من طرف المنظمة الإسلامية سيجعل منها يعني سفيرة الجزائر لمدة سنة كاملة. هذا رأي الوزيرة. كيفاش اكتشفنا بلي هذا هي لو بوين دو في تاع هاد لا مينيستر الجيريان؟ هنايا استعملنا عبارة اي كونفانكو، فوالا هي مقتنعة. هنا لاحظوا احبتي هاد العبارة اي كونفانكو سي ان فيرب، ويكون يعني الانفينيتيف تاعها اتر بلس كونفانكر، فوالا يعني هاد لي دو فيرب هادو نستعملوهم حتى نعبروا على وجهة النظر. كذلك لهنا عندنا العبارة هذه سيت اون اكسبريسيون en ce qui me concerne. كذلك عندنا je suis sûr، يعني هذا سي لو فيرب être sûr. فوالا هادو العبارات يعني هادو كأمثلة حتى نوري لكم كيفاش نعبروا على وجهة النظر. هنا كما راكم تشوفوا معنا لدينا هاد الجدول رايحين نشرحوه، وبعد ما نفهموا واش كاين في هاد لو تابلو راح نعطيكم ملخص كالعاده، يعني ملخص كنت حضرته وكتبته بشكل بسيط وسهل حتى تقدروا تفهموه جيدا. Je retiens, il existe de nombreux mots pour argumenter et défendre ses opinions. توجد او يوجد العديد من الاسماء او عفوا من الكلمات باردون حتى يعني نكتب الحجج أو حتى ندافع على آرائنا. Il permet de varier son vocabulaire mais aussi d'être plus efficace dans son argumentation. يعني هاد الكلمات اللي نستعملوهم حتى ندافعوا على وجهة النظر وحتى نبينوا وجهة النظر تاعنا تسمح لنا بتنويع المصطلحات، يعني هي نفس المعنى نقدر نعبر عليه بالعديد من الكلمات راح نشوفوهم هنا. كذلك بعد ما نبعوا في الفوكابولير باردون راحين كذلك هاد ليمو راح تعطينا اكثر قوة واكثر حضور من اجل التعبير عن الحجة. فوالا احبتي كما راكم تلاحظوا معايا هنايا عندنا هاد لو تابلو، عندنا جو مامبليك بيرسونيلمون جو دون مون افي افيك سيرتيتود، يعني هادي راح نمد رايي الشخصي
هذه المادة رأيي بكل ثقة و يعني بكل تأكيد. وفي الأخير je donne mon avis avec prudence، يعني أعطي رأيي بحذر، يعني هنا يكون شخص ماهوش متأكد يعني، فقط راح يكون مد رأيه بالتقريب. فوالا هنا عندنا هاد لي كونيكتور اللي هما روابط وعبارات. لدينا selon moi يعني على حسب أنا، أو à mon avis برأيي أنا، d'après moi بالنسبة لي. هادو نستعملوهم يعني عندهم لو ميم سونس. مثلا مرة تكتبوا selon moi، مرة أخرى راح تكتبوا à mon avis d'après moi، يعني عندهم كامل نفس المعنى. وهنا يا أحبتي إذا طلب منكم مثلا في النص أنكم تستخرجوا الكونيكتور كيما هذا، ويطلب منك أنك تعوضوا بآخر عنده نفس المعنى، راح تعوضوا بواحد من هادو. فوالا لازم يكون الكونيكتور. فوالا عندنا construction verbale يعني عبارة على جمل فعلية أو عبارات تتضمن أفعال. عندنا en ce qui me concerne je suis d'avis que j'estime que، يعني من رأيي أن، أقدر أن، هدو نستعمل فيهم دي verb. احنا يا احبتي لما يكون عندك يعني الراي تاعك واثق منه ومتاكد منه، راح تستعمل لي كونيكتور assurément certainement sans aucun doute indubitablement évidemment incontestablement manifestement à l'évidence. يعني هادو كيما ذكرت لكم قبل تستعملوهم لما يكون الراي تاعكم متاكدين منه. هنا فيما يخص المجموعات التي تتضمن الأفعال ولا الأفعال، je suis persuadé، je suis convaincu، je suis certain que. voilà يعني هادو راهم مجموعة من لي فيرب اللي تستعملوهم كذلك باش تعبروا على رأيكم لما تكونوا متأكدين منه. je proclame haut et fort que، il va de soi que، il est évident que، il est certain indéniable indubitable que. يعني هادو كيما هادو مجموعة من الأفعال. فوالا هنا يبقىنا في الأخير هاد الجزء je donne mon avis avec prudence، يعني لما يكون الرأي تاعك ماكش متأكد منه راح تستعمل لي كونيكتور peut-être sans doute، يعني يمكن بدون شك، probablement احتمالا، semblablement du moins tout au moins. voilà هنا les verbes il me semble que يعني يظهر لي، il est probable que محتمل، il se peut que، il est possible que، يعني هادو كامل يدخلوا في الاحتمال والشك، il serait étonnant surprenant que. فوالا احبتي كما شفتوا يعني هذا الجدول فيه الكثير من العبارات والافعال. انا راح نحاول نلخصها لكم ونبسطها لكم في جدول بسيط، يعني عبارات بسيطه تقدروا تستعملوها دائما، يعني تقدروا تحفظوهم. فقط لو بوت تاع هذا التابلو يعني انكم تتعرفوا على هذه الكلمات، يعني ما تدريوش كيفاه، ممكن انها تكون في النصوص يعني تاع الامتحانات او يعني تاع الفروض ولا الاختبارات، على الاقل تكون عندكم فكره عليهم. فوالا تابعوا معي احبتي، راح نخلي لكم يعني هذا الملخص البسيط، يعني كما راكم تشوفوا كلمات بسيطه واضحه ومفهومه حتى تكون يعني سهله عليكم. صراحه انا نفضل الدراسه والتدريس بهذه الطريقه، يعني الكتاب ما نفضلوش بزاف ولكن لازم علينا نعتمد عليه. لدينا هنا quelques verbes et quelques expressions exprimant l'opinion، يعني بعض الأفعال والتعابير أو العبارات التي تعبر عن الرأي. هنا كما راكم تلاحظوا درتها على شكل مجموعتين، المجموعة الأولى عندنا فيها les verbes، أما المجموعة الثانية عندنا فيها les expressions. voilà تبعوا معايا. عندنا je pense que، أظن أن، je crois que، كذلك تعني في رأيي أو أظن أن، je trouve que، أجد أن،
Je considère que, أعتبر أن, j'estime que, أقدر أن هذا الشيء مثلا, وتبدأ تمد الرأي تاعك. Il me semble que, يعني يشتبه لي أو يعني يظهر لي. Je suis sûr, أنا متأكد أو متأكدة. Il est certain que, هو متأكد أن, ou là, من المؤكد أنه. Il est possible que, يعني il est possible, يعني ممكن أن يكون, ونعطي وجهة النظر. Il est probable que, يعني محتمل أنه. Je me doute que, يعني أشك أن. Je suis convaincu que, يعني أنا مقتنع وأنا مقتنعة بأن. Je suis persuadé que, يعني أحس أو أشعر أن. J'imagine que, أتخيل أن هذا الشيء, يعني je vois que, أرى هذا الشيء مثلا. لدينا كذلك في الأخير j'affirme que, أؤكد أن. فوالا أحبتي, هذه يعني معظم الأفعال الشائعة اللي نستعملها للتعبير على الأوبينيون. كذلك عندنا كيلكوز إكسبرسيون. قبل ما نفوت لهذه العبارات, هذه الأفعال هي تعوض بعضها. مثلا نحيل كو جو بونس كو, فوالا, ويقول لك عوضها بان اوتر فيرب دوبينيون, راح تعوض بلو فيرب كروار ولا تروفي ولا كونسيديري ولا استيمي, يعني عندهم نفس المعنى. كذلك ممكن أنه يطلب منك أنك تستخرج من النص un verbe d'opinion, يعني تروح للنص وتبحث على واحد من هذه الأفعال, يعني اللي ذكرناهم كامل, ليعبروا على الرأي. يعني هذه هي الأسئلة الشائعة. فيما يخص العبارات, لدينا pour moi, d'après moi, يعني على حسب أنا ولا لي أنا أو حسب رأي أنا, selon moi, يعني عندهم نفس يعني المعنى. فوالا, à mon avis, يعني في رأيي, moi personnellement, انا شخصيا ارى انه كذا وكذا. personnellement, هنايا نقولوا شخصيا. pour ma part, من جهتي ارى ان كذا وكذا. فوالا, de mon point de vue, يعني على حسب وجهة نظري. certainement, بكل تأكيد. J'ai le sentiment que, أحس أن, أو عندي إحساس أن هذا الشيء كذا وكذا. J'ai l'impression que, يعني كذلك أشعر أن هذا الشيء كذا وكذا. هنا يعني النقاط هادو رايحين تكتبوا فيها رأي تاعكم. Voilà. لدينا كذلك en ce qui me concerne, يعني على حساب واش نشوف أنا. Sans aucun doute, بدون أي شك. Peut-être, afin, dans le parc de Corras, voilà. On a كذلك peut-être, ممكن, probablement, احتماليا. Voilà, أحبتي, كذلك كما شفتوا لهنا, عندنا هاد المجموعة من العبارات, راهي سهلة جدا, فقط المطلوب منكم أنكم تعرفوها وتحفظوها, وهادو هما اللي تعبروا بهم على لو بوين دو في تاعكم. يعني لما يطلب منك أنك تكتب ان بوين دو في ولا لوبينيون تاعك حول موضوع ما, لازم عليكم تكتبوا واحدة من هادو, سواء لي فيرب ولا لي زيكسبرسيون, يعني باش القارئ أو الأستاذ يعني يعرف بلي هاديك هي لو بوين دو في تاعكم ولا هاديك هي لا تيز تاعكم. فوالا, ولا تيز هو الرأي الشخصي تاعكم انتوما. فوالا, يعني راني نشرح ونعاود حتى يكون الفهم سهل عليكم وتوصلكم المعلومة بشكل بسيط. بهذا نكون أحبتي وصلنا لنهاية درس اليوم. أي سؤال أو أي استفسار خليوا لي في التعليقات من فضلكم. كذلك خليوا لي في التعليقات, يعني إذا تناقشتوا مع الأساتذة تاعكم حول عناوين الدروس المقبلة, خليوا لي في التعليقات يعني باش نكونوا نمشيو كامل مع بعضنا. فوالا, نتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش مرة أخرى, أي سؤال خليوا لي في التعليقات. أترككم في رعاية الله وحفظه, والسلام الله عليكم.